تردد في وسائل الإعلام الجزائرية خبر تعيين المؤسسة العسكرية وقيادة الأركان للواء محمد قايدي مدير الأمن العسكري أو المديرية المركزية لأمن الجيش على رأس المخابرات الجزائرية خلفا لعثمان طرطاك، والذي يعتبر من الدائرة المحيطة بالفريق أحمد قايد صالح ومن المخلصين له، والمعروف بالعداء الشديد لفرنسا وكل ما يرمز لها. اللواء محمد قايدي مدير الأمن بالجيش يسمى بقاهر الإرهاب في منطقة الغرب الجزائري، وهو قائد مفرزة المغاوير والمطاردة والتي تسمى المرسيدس، حيث يعود له الفضل في القضاء على كبار القيادات الإرهابية البارزة والخطيرة مثل الإرهابي قادة بن شيحة والإرهابي العقال في جبال سيدي بلعباس وسعيدة وتلمسان بالغرب الجزائري. ينحدر اللواء قايدي من أحدى مداشر بلدية تابلاط في ولاية المدية، يعرف بخبرته الواسعة بالإضافة إلى كونه رجل ميدان حيث قضى سنوات عديدة في محاربة الإرهاب، ما يؤهله للإشراف على المهام التي يقوم بها جهاز المخابرات في إطار حماية الأمن الوطني. اللواء قايدي متمكن من 7 لغات، متدين وحافظ لكتاب الله، وهو أيضا رياضي ذو مستوى عال في الجيدو والكاراتيه، ومتواضع لدرجة أنه محبوب من طرف جميع ضباط الصف والمستخدمين المدنيين، وهو الأمر الذي لا ينطبق على بعض الإطارات. واللواء محمد قايدي مهندس دولة في الإعلام الآلي اختصاص برمجة، وكان قائد الوحدة العسكرية العملياتية RAS-1 الفوج الأول لمدفعية الإشباع بسيدي بلعباس غرب الجزائر، وهو صاحب شخصية كاريزماتية، وشارك في معارك دامية ومرعبة في إطار مكافحة الإرهاب بين الوديان والجبال والشعاب من أسفيزف إلى عين عدان إلى راس الماء. وقال اللواء محمد قايدي في تصريح إعلامي جد مؤثر له أن الجنود سنوات الإرهاب لما كانوا يتقدمون للقتال كانوا يتساءلون جميعهم، وحتى أنا كنت أتساءل، هل نحن على حق أم على باطل؟ هم يقولون الله أكبر ونحن نقول الله أكبر، وقد تبين الحق فيما بعد. وأشهر ما تم سرده عن اللواء محمد قايدي هو أنه فقد ذات مرة صوابه وكاد أن يقوم بقتل الإرهابي الجزائري الخطير جلال البحري المكنى بالذيب الجيعان في منطقة عين عدان، حيث وبعد أن سلم الإرهابي الذيب الجيعان نفسه قامت قوات الأمن الجزائرية بقيادة اللواء محمد قايدي بأخذه إلى المناطق التي كان يتخذها هذا الإرهابي ومجموعته مركزا لنشاطهم ليدلهم على المخابئ السرية والطرق التي يسلكها الإرهابيون. وكان في إحدى المناطق بأعالي الجبال يروي لهم كيفية إقدامه على ذبح مدرسات جزائريات بكل برودة دم. وفجأة فقد اللواء محمد قايدي صوابه وسارع إلى التهجم على الإرهابي المذكور وطرحه أرضا وأخرج خنجره وكاد أن يذبحه، لولا أن ممثلي المخابرات الجزائرية وعسكري صاعقة كان مكلفا بمرافقة الإرهابي منعوه بالقوة. فهل سيتمكن اللواء محمد قايدي في حال تعيينه من إعادة الاعتبار؟